بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع قصة الفيل المر درسنا رقم تسعة درس رقم تسعة في البداية سأذكر أداب الدراسة عن بعد وهي إحضار أدوات الرسم التي سنحتاج لها أثناء الحصة الجلوس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ ان الصوره التي باللون الاخضر هي جلسه صحيحه والصوره التي باللون الاحمر هي جلسه خاطئه. استمع لتعليمات المعلمه عندما تقوم بالشرح واكون مركز معها حتى اعرف ما هو مطلوب مني واؤدي العمل بطريقه صحيحه. اتبع التعليمات بالتسلسل عندما تبدا المعلمه الخطوه الاولى ابدا معها وانتظر حتى تنتقل للخطوه الثانيه. أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة، خاصة عندما نستخدم الأدوات الحادة مثل المقص أو المشرط أو الأدوات الحارة مثل الصمغ الكهربائي. في الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس، عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة والتخلص من الأوراق الزائدة وإعادة الأدوات إلى مكانها الصحيح. طيب، في درسنا اليوم أيضاً سنراجع قصة الفيل المر بطرح بعض الأسئلة عليكم من خلال الآن آه أحداث القصة لكن في البداية سأعرض الهدف العام عندنا أن يرسم الطالب والطالبة شخصية الفيل إلمر إذا اليوم سنرسم شخصية الفيل إلمر باستخدام القلم عندنا الأهداف القصيرة أن يسمي الطالب والطالبة عنوان القصة التي استمع لها ثم يسمي الألوان المختلفة للفيل إلمر أما الهدف رقم ثلاثة أن يرسم الطالب والطالبة شخصية الفيل إلمر إذا لو استرجعنا أحداث القصة تذكرون عنوانها ما كان عنوان هذه القصة؟ أحسنتم قصة الفيل المر، إذا هو اسمه المر مثل مثلا أنا اسمي أمل، أنت اسمك عبدالله، أنت اسمك نوره، هو اسمه المر. طيب ما هي الألوان المختلفة؟ تذكرون الألوان المختلفة اللي كانت موجودة على جسم الفيل المر؟ أحسنتم أحمر، أصفر، أخضر، أسود، وسنعرضها الآن من خلال صورة الفيل المر لكن في البدايه ساذكر بعض الاسئله للتذكير باحداث هذه القصه عندنا في هذا السؤال هل كانت الفيله متشابهه في الشكل اذا تذكرون بقيه القطيع اللي كان موجود مع المر في الغابه هل كان متشابه لا لم يكن متشابه كانت مختلفه في الشكل بعضها سمين بعضها نحيف بعضها صغير بعضها كبير بعضها ايضا طويل وبعضها قصير إذا هي مختلفة في الشكل لكنها متطابقة في اللون وهو لون ها ما كان لونها بقية القطيع أحسنتم اللون الرمادي اللون الرمادي طيب ما هي ألوان الفيل المر لاحظوا مجموعة من الألوان المختلفة منها الأخضر البنفسجي الأزرق الوردي الأحمر الأسود الأبيض البرتقالي الأصفر كل هذه الألوان موجودة على جسم الفيل المر. طيب، كيف كانت علاقة الفيل المر مع بقية القطيع؟ إذا تذكرون أحداث القصة، كيف كانت علاقتهم؟ أحسنتم، كانوا مبسوطين مع بعض، يلعبون مع بعض، يمزحون مع بعض، إذاً كانت علاقتهم جيدة، ولاحظوا من خلال الصورة بقية القطيع يلعب مع الفيل المر. طيب، كيف تغير لون الفيل المر؟ إذا تذكرون لما راح الغابة في الليل، ماذا حدث؟ أحسنتم، قام بهز شجرة التوت حتى تساقطت الثمار، ثم بدأ يتدحرج على هذه الثمار حتى بدأ يتغير لونه إلى اللون الرمادي من خلال ثمار التوت. طيب، ماذا حدث عندما نزل المطر على إلمر؟ لما رجع إلمر لبقية القطيع في الغابة، ماذا حدث بشكل مفاجئ؟ أحسنتم، بدأت تتلبد الغيوم في السماء، وبدأ ينزل المطر وبدأ يتغير لون الفيل المر ويرجع لونه الطبيعي، لأن كان لما رجع من الغابة كان لونه رمادي بسبب ثمار التوت، لكن لما نزل المطر غسل المطر أو الماء ماء المطر جسمه حتى أصبح لونه الطبيعي. طيب، بماذا شعرت بقية الفيلة عندما عاد لون المر الطبيعي؟ ماذا حدث؟ هل كانت حزينة؟ لا، كانت مبسوطة وسعيدة بعودة الفيل المر. وقامت بعمل احتفال كبير بعوده الفيل المر لبقيه القطيع. طيب اليوم سنتعلم كيف نرسم المر وهو في الاحتفال وهو في الاحتفال، اذا ما كان جسمه منقط بالوان مختلفه لا. طيب اذا وش الادوات والخامات اللي راح نحتاج لها؟ راح نحتاج قلم للرسم وكراسه تلوين او كراسه اسفه رسم أو ورقة أهم شيء ورقة ترسم فيها طيب نبدأ بهذه الخطوات أول خطوة عندي أني أرسم دائرة لتمثيل وجه الفيل المر برسم دائرة وأخذنا الدائرة في دروس سابقة وتعلمنا على كيفية رسمها سواء في مادة الرياضيات أو في مادة التربية الفنية بعدها في الخطوة الثانية أبدأ برسم دوائر صغيرة لتمثيل شكل العين، لتمثيل شكل العين، دائرة في اليمين ودائرة في اليسار لتمثيل شكل العين. في الخطوة رقم ثلاثة، أبدأ برسم أذن للفيل المر، أذن الفيل المر أذنه كبيرة، إذاً سأرسم أذن كبيرة للفيل المر في الخطوة الثالثة. بعدها انتقل للخطوة رقم أربعة أرسم الأذن الأخرى في الجهة الأخرى ثم رقم خمسة أبدأ برسم الخرطوم من المنتصف بعدها رقم ستة أبدأ برسم جسم الفيل في رقم ستة بعدها رقم سبعة أبدأ برسم القدمين هنا وهنا هذه القدمين أما في الخطوة رقم ثمانية أبدأ برسم ذيل الفيل ذيل صغير للفيل أما في الخطوة رقم تسعة أبدأ بتلوين الفيل المر. إذا هذه خطوات رسم شخصية الفيل المر. طيب وضعتها في ورقة حتى أوضحها أكثر لكم أعزاء طلاب الطالبات. في الخطوة رقم واحد في الخطوة رقم واحد أبدأ برسم دائرة صغيرة لتمثيل شكل الوجه. الخطوة رقم اثنان: أبدأ برسم عين في الجهة اليمين، وعين بالجهة اليسار، من خلال دوائر صغيرة داخل الدائرة الكبيرة التي قمت برسمها. الخطوة رقم ثلاثة: أبدأ برسم العيون الداخلية في اليمين واليسار، والأذن الكبيرة للفيل المر. أيضاً، في الخطوة رقم أربعة أبدأ برسم الأذن بالجهة اليمين والجهة اليسار، أما الخطوة رقم خمسة أبدأ برسم الخرطوم هذا هو الخرطوم، في الخطوة رقم ستة أبدأ برسم جسم الفيل إلمر هذا هو الجسم، نأتي بعدها للخطوة رقم سبعة أرسم القدمين واحد اثنان من الجهتين في الخطوه رقم ثمانيه ابدا برسم ذيل الفيل الخطوه رقم سد... تسعه والاخيره أقوم بتلوين الفيل المر من خلال استخدام الألوان التي ترغب فيها سواء الألوان الخشبية أو الشمعية أو الألوان المائية السائلة أو الجافة التي عرفنا عليها في الحصص الماضية إذا هذه خطوات رسم شخصية الفيل المر التي تعرفنا عليها في هذه القصة أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات كانت معكم المعلمة آمل التمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة